السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دورتنا دورة تعلم كيف تتعلم. في فيديو النهاردة هنتعلم عن المخ والعقل البشري، هنعرف ازاي المخ والعقل البشري بيشتغلوا وان احنا عندنا قدرة لا نهائية على التعلم، ونشوف طرق تنمية قدرات العقل، واخيرا طرق لازم نتجنبها عشان نحافظ على سلامة عقولنا من التلف. نبدأ ونشوف الحاجات اللي عندنا في فيديو النهاردة. اولا المخ والعقل البشري. العقل او المخ البشري يعطي الانسان امكانيات لو حصل لها التعلم. الموضوع كله يبدا بخليه المخ المعروفه ايضا بالخليه العصبيه. وعقل الانسان يحتوي على 100 مليار خليه عصبيه، كل واحده من هذه الخلايا تتواصل مع بعضها البعض عشان يكملوا بعضهم البعض. كل خليه عصبيه تشكل ما بين 5000 الى 40000 وصله مع خلايا المخ الاخرى. كل وصلة كنت تمثل إحساس أو فكرة أو ذكرى أو حتى حركة. كل ما نتعلم شيء جديد بنكون بخلق وصلات عصبية جديدة أو نكون بتقوية وصلات عصبية موجودة بالفعل، وده معناه إن عقل البشر يتغير في كل ما نتعلم فيها. يعني كل ما إحنا بنتعلم العقل بيتغير، بينشئ وصلات أو بيقوي وصلات، وده بيساعد على تنمية العقل. لو العقل البشري فيه 100 مليار خلية عصبية، كل خلية تقدر تعمل ما بين 5000 إلى 40000 وصلة، وكل وصلة زي ما قلنا عبارة عن إحساس أو فكرة أو ذكرى أو حتى حركة، ده معناه إن إحنا عندنا قدرة لا نهائية أو لا تنتهي للتعلم والتغير، وإننا نقدر نطور معرفتنا ومهاراتنا وحتى سلوكنا بشكل مستمر. ندخل على طرق تنمية قدرات العقل. من طرق تنمية قدرات العقل ألعاب العقل. هل تعلم أن أفضل خدمة تقدمها للعقل هي أن تقوم باستخدامه وجعله يعمل ويقيمك ببعض الأنشطة الذهنية أو ممارسة ألعاب عقل، كأن تجعل من حل الغاز أو الشطرنج هواية لك، أو أن تتحدى نفسك بقراءة كتاب جديد في خلال فترة محددة. اقترح علما جديدا يكسبك ما تضيفه لرصيدك، وتكتشف بها ألغاز عقلك كامنة. هذه هي وسيلة تكمن في ألعاب العقل. يبقى ألعاب العقل من طرق تنمية العقل، زي السودوكو، زي كم قطعة، زي ما قلنا الشطرنج، زي إن احنا نقرأ كتاب جديد، وحاجات كتير. اثنين، الصحة. الابتعاد عن التدخين وتناول الكحوليات والخمور مع عناية صحية جيدة والحصول على قدر كافي من النوم يتجنب على خلايا العقل من التلف، وتعزز قدرات الدماغ على أداء وظائفه بالشكل الأمثل. يبقى لازم نحافظ على صحتنا وما نعملش العادات الضارة اللي بتخلي الصحة تتدمر. نوع طعامك. أثبتت آخر أبحاث أن نوعية الغذاء تلعب دورا أساسيا بالتأثير على صحة الإنسان وقدرات عقله، لذلك يجب اعتماد نظام غذائي صحي غني بالعناصر الأساسية لعمل بناء وعمل العقل والجسد. كما أن أكثر من شرب المياه تلعب في هذا الموضوع، يعني بتساعد في الموضوع ده. كما تلعب الرياضة البدنية منتظمة دورا هاما في تنشيط العقل وزيادة نسبة الذكاء، لأنها تسهم بزيادة كمية الأكسجين بالدماغ. يبقى لازم ننوع طعامنا ونعتمد نمط غذائي صحي غني بعناصر أساسية لبناء وعمل عقل، ونلعب رياضة بدنية بانتظام. أخيرا معانا في فيديو تجنب عادات التي تتلف العقل. إزاي نتجنب العادات دي إن احنا منعملهاش، ولازم عشان منعملهاش احنا لازم نبقى عارفينها. أولا عدم تناول وجبة إفطار في الصباح لازم نتجنبها. اثنين التدخين زي ما قلنا عشان نحافظ على صحتنا، والإسراف في استهلاك السكر، تلوث الهواء، استنشاق الهواء الملوث، عدم النوم، تغطية الرأس خلال النوم، تشغيل المخ أثناء المرض، نقص الأفكار المحفزة، عدم التحدث مع الآخرين في محادثات عبثية لفترة طويلة، الإفراط في الأكل. ومعلومة ليكو، المخ أساسا غذائه الأكسجين، فلو في هواء متلوث أو إحنا غطينا رأسنا خلال النوم ده هيزود نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء اللي حوالين المخ، فده هيقلل من نشاط المخ. وكده نكون خلصنا فيديو النهارده، وانا فهمت نتعلم ببساطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.